استقبل بطريرك الاسكندريه للاقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركه والاساقفه الكاثوليك بمصر الانبا ابراهيم اسحاق استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران وعددا من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعددا من قيادات الحمله الانتخابيه للمرشح اكد البطريرك الانبا ابراهيم اسحاق على اهميه التعبير عن الراي داعيا ابناء الكنيسه على المشاركه في الانتخابات وعدم من جانبه اكد المرشح الرئاسي فريد زهران على مجهودات الكنيسه الكاثوليكيه بمصر وتاثيرها الايجابي في المجتمع المصري خاصه في مجال الثقافه والتعليم